ترقبوا حلقة جديدة مع الدكتورة وفاء سلطان وبرنامج حرب بلا سلاح. المسلمون يقولون أن محمد نكح زينب لكي يبطل التبني. لو كان الأمر كذلك لجاءت الآية التي تنكر أبوة محمد لزيد قبل الآية التي تسمح له بنكاح زينب زوجة ابنه بالتبني. عنوان الحلقة: ابن الزنا في الإسلام. برنامج حرب بلا سلاح تلتقون معه على البث المباشر يوم الجمعة الثانية بعد الظهر بتوقيت نيويورك، السادسة مساء بتوقيت غرينتش، التاسعة مساء بتوقيت سوريا والعراق. للمزيد من المعلومات اتصل بنا على الأرقام الظاهرة على الشاشة.